السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. أطار قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودية الجدل خلال مواجهة ضمك مساء اليوم الجمعة. وقبل المباراة التي جمعت نادي الأهلي السعودي ضد نظيره ضمك، نزل نجوم الأهلي إلى أرضية الملعب وهم يضعون شال اليوم الوطني السعودي على أكتافه. لكن ما لفت أنظار الجماهير بمختلف انتمائهم هو عدم ارتداء رياض محرز هذا الشال، حيث كان اللاعب الأهلاوي الوحيد الذي لم يكن يرتدي هذا الشال. حيث قام جماهير الأهلي السعودي بعد المباراة بحملة شرسة ضد رياض محرز، ووصل البعض بطلب من الإدارة أن تطرد اللاعب. وخرج رياض محرز بعد المباراة بمنشور عبر حسابه الرسمي في تويتر قائل: لم يعطني أحد الوجاح قبل النشيد الوطني، لم أحصل عليه إلا بعدها. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.